إذن أيضا ينضم إلينا من الدمام مراسل الإخباري حسين السلطان وكذلك من نجران علي زينان. أهلا بكم معنا في هذه النشرة. بداية أبدأ بزميلي حسين. حسين، يعني عام دراسي جديد يتجدد فيه الطاقات والتطلعات ليكون عام مفعم بالتميز والإبداع والتفوق. صف لنا الوضع لديك الآن. نعم زميلتي، كما هو الحال في باقي مناطق المملكة المختلفة من الشرق إلى الغرب ومن وسط الرياض الحبيبة إلى المنطقة الشرقية، هنا لا يختلف المشهد. هناك كثير من الفرح والسرور على محيا الطلاب وأيضا أولياء الأمور الذين أيضا يرافقون أبنائهم لهذا اليوم، عام دراسي جديد ملؤه الأمل بأن يصل أبنائنا إلى الرؤية الطموحة، رؤية سيدي ولي العهد، التي إن شاء الله نتمنى أن تصل ثمارها من خلال طلابنا اليوم الذين يتواجدون في هذا المشهد الدراسي، العام الدراسي الجديد. وللحديث أكثر يسعدني أن ألتقي في هذه اللحظات سعادة الدكتور ناصر الشلعان، وهو مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية. كل عام وأنت بخير دكتور، وعام دراسي مليء بالتفاؤل والنجاح إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بخير إن شاء الله، وعام دراسي ناجح بإذن الله. يمكن تحدث زملائي في باقي مناطق المملكة وأيضا مسؤولية التعليم في المناطق المختلفة، هنا في المنطقة الشرقية ماذا سوف يميز هذا العام؟ المسيرة التعليمية، المشاريع التعليمية، ماذا يميز هذا العام في المنطقة الشرقية؟ الحمد لله، كل سنة هنالك فعلا ما يميزه عن العام السابق. هناك جهود تقوم بها وزارة التعليم مشكورة وعلى رأسها معالي وزير التعليم معالي الدكتور حمد آل الشيخ، سواء كانت برامج تعليمية أو برامج مشاريع جديدة دراسية أو مراحل حتى جديدة. السنة هذه لا يخفى على الجميع انطلاقة مرحلة جديدة، وهي مرحلة الطفولة المبكرة التي فعلا تقوم على أسس علمية وتربوية لخدمة فئة من أبنائنا الطلاب في مستهل مرحلتهم التعليمية، لتنعكس بإذن المولى على مستقبلهم التعليمي بإذن الله. فالحمد لله السنة هذه في المنطقة الشرقية هنالك مشاريع تعليمية تم استلامها مع بداية هذا الفصل، وهناك مشاريع بإذن المولى سيتم استلامها خلال الأسابيع القادمة، وسيتم فعلا البدء في استثمارها إن شاء الله. هذا العام ولا يخفى على الجميع ما حقق من إنجاز من وصول كافة التجهيزات والكتب والمقررات للمدارس في جميع محافظات المنطقة وهجرها ومراكزها أسبوع قبل بداية الدراسة، وهذا بدوره شكل عامل قوي جيد لبداية عام دراسي ناجح بإذن الله. ممكن الحركة التعليمية في باقي مناطق المملكة متشابهة، يبقى التنافس المحموم بين مدراء التعليم أو مسؤولي التعليم في مناطق المملكة. نتحدث عن المنطقة الشرقية التي تحتوي أكثر من 500,000 طالب وطالبة، مشاريع عملاقة، تجهيزات رائدة في المسيرة التعليمية، أيضا 59 مدرسة تمهيدية للطفولة المبكرة، 5 مشاريع، كذلك نتحدث عن مشاريع تعليمية. لو تحدثني عن تلك المشاريع التي سوف تضيف أيضا للمسيرة التعليمية في المنطقة الشرقية. نعم، بما لا شك ذكرنا ما يقدم للتعليم في المنطقة الشرقية، ولله الحمد يقدم لإدارات التعليم الأخرى. هناك نعم تنافس لفعلا خدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب بما يستحقونه وما يحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة. مثل ما ذكرت لك في برنامج أو مرحلة الطفولة المبكرة، احنا في المنطقة الشرقية هنالك تقريبا 59 مدرسة اعتمدت مع بداية هذا الفصل الدراسي، وسيعتمد إن شاء الله مدارس مستقبلية للعام القادم. تم العمل على تجهيزها وتأثيثها. العام الماضي كان المنطقة الشرقية قائمة انتظار في رياض الأطفال طويلة جدا تصل إلى 10,000. أطمئنك وأبشرك، وهذا شيء نفخر به صراحة، العام هذا استوعبنا جميع قوائم الانتظار في رياض الأطفال وخصوصا في المرحلة التمهيدية. هذا في حد ذاته أنا أعتبره إنجاز رائع ورفع لنسبة التحاق الطلاب والطالبات أو الأطفال في هذه المرحلة، والتي لا يخفى على الجميع أهميتها العلمية والنفسية والتربوية. في آخر تساؤل أو سؤال دكتور ناصر، أنا لفت انتباهي حقيقة شيء رائع وجميل، هو عملية الدمج
دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلاب الأسوياء، وأيضا ممارسة حقوقهم في المسيرة التعليمية. أيضا نتحدث عن هذا الجانب، أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى استيعابهم في المدارس يعني النظامية واندماجهم مع الطلاب الآخرين. نعم أحسنت، كل أو جميع فئات الطلاب يلقون حقهم من الاهتمام، بما فيهم طلابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لهم رعاية خاصة، ولكن أيضا هم يعيشون نفس ما يعيشه زملائهم في التعليم العادي، فلذلك يكون لهم فرصة في أن فعلا يحصلون على الرعاية الخاصة، وفي نفس الوقت يعيشون ما يعيشه زملائهم من وما يتلقونه من تعليم. وجودهم ودمجهم في المدارس هذا برنامج اتجهت له الوزارة في وقت سابق، أتاح لها لهذه الفئة الفرصة في أنها فعلا تعيش الوضع الدراسي الطبيعي. دكتور حقيقة أنا شاكر لك أولا قبولك الدعوة، وأيضا كذلك إعطاء المعلومات القيمة التي أضفتها عبر شاشة الإخبارية. شكرا لكم، وأنا شاكر أيضا لكم لتواجدكم معنا هنا في هذا اليوم الجميل والانطلاقة الناجحة بإذن الله. شكرا لك الله. نعم زملائي في الاستديو حقيقة خلية نحل سواء على الحركة المرورية التي رصدناها في المنطقة الشرقية، يعني جهود رائعة تبذل من كل الجهات المعنية. خلية نحل تعمل على مستوى المملكة من الشرق إلى الغرب الجنوب الشمال، هناك مسيرة تعليمية رائدة، نتمنى إن شاء الله أن تجني ثمارها في المستقبل القريب إن شاء الله.